مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية في الصف الأول المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 7 Lesson 2 اليونت السابع الدرس الثاني. عنوان الدرس Warnings to Children تحذيرات للأطفال. احنا ذكرنا بالدرس السابق أنه الدرس الأول من كل وحدة راح نشوف أنه ينطيني ملاحظات أو كلمات أو فد موضوع معين، وهذا الموضوع يستمر وياي نهاية اليونت. بالدرس السابق إذا تذكرون أخذنا الجمل الأمرية وقلنا أن الجمل الأمرية تستخدم لإعطاء أوامر أو تعليمات أو تحذيرات. فاليوم موضوعنا هو التحذيرات. شنو هو الجمل المتعلقة بالتحذيرات؟ بالفقرة الأولى شو يقول لي؟ يقول لي look at the pictures، انظر إلى الصورة. talk about the dangers you can see، تحدث عن المخاطر. شوف هو مطيني رقم واحد، رقم اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة إلى آخره. هذا اللي يسموهن dangers، مخاطر. you can see، تحدث عن المخاطر التي تراها. use the sentences from the box، استخدم ذن الجمل اللي بالصندوق to help you، لكي تساعدك. شوف هنا يا طلاب، هذن الجمل كذلك جمل مهمة جدا 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 للحفظ، تضاف إلى الجمل الأمرية اللي أخذناها بالدرس السابق. فإذا تلاحظون أن الجملة الأولى شو يقول لي؟ يقول لي she might burn herself. كلمة burn معناها تحرق، ربما تحرق نفسها. شوف يقول لك ذن الجمل متعلقات بالصورة، يعني أنا إذا أعطيك مساعدة على مود التلمذ، الأستاذ يقول لك باوع لي على الصورة، إيش تشوف؟ أو what can you see in the picture؟ ما الذي يمكنك رؤيته بالصورة؟ فأنت تباوع على الصورة، تقول مثلا على سبيل المثال أكو طباخ موجود، هذا الطباخ ربما يحرق هذه الفتاة اللي تلعب بالطوبة، فبالتالي أريد أعبر عن هذه الجملة، شلون أعبر عنها؟ هو منطيك مساعدة، يقول لك تقدر تقول للأستاذ she might burn herself، ربما تحرق نفسها، بس راح نشوف باقي المخاطر. she might cut herself، ربما تجرح نفسها. اذا اكو سكينه بالصوره، وربما هاي الطفله بما انها طفله ما تعرف ما تفهم، ربما تستخدم هاي السكينه وتجرح نفسها. she might fall، ربما تسقط، هي تلعب على الكرسي ربما تسقط. she might hurt herself، ربما تؤذي نفسها. she might make herself sick، ربما تمرض نفسها، يعني تصير تسبب المرض لنفسها. she might scald herself، ربما تحرق نفسها. هم نفس الفكره، burn معناها يحرق، scald هم معناها يحرق. شنو الفرق استاذ بيناتهم؟ البرن يحرق باستخدام النيران، كان تكون مثلا نيران المطبخ او نيران الطباخ، بينما scald تحرق او تشوي باستخدام سائل، يعني كان يكون مثلا الماء الحار، ربما يتسبب الماء الحار في حرق جلدها الى اخره. هسه هنا الفقره الاولى الاستاذ ايش راح يطلب من عندكم؟ يقول لك look at the picture، انظر الى الصوره. what dangers can you see، ما المخاطر التي يمكنك رؤيتها؟ فانت كطالب ربما ترفع ايدك تقول له number one، اولا she is playing on a chair، هي تلعب على الكرسي. she might fall، ربما تسقط، هاي المخاطر او الخطر الاول اللي ممكن هاي الطفله توقع بيه. نمبر 2، واحد طالب اخر يرفع ايده يقول there are knives on the kitchen table، هنالك سكاكين على طاوله المطبخ. she might cut herself، ربما تجرح نفسها هاي الطفله. هاي المخاطر الثانيه مثلا نمبر 3، ثالثا هو منطيني نمبر 3، هذا القدر الحار اللي بداخله مي. شو نقول؟ she might burn herself، لو she might scald herself. ان انا قلنا انه اللي تحرق باستخدام السائل او الماء نقول سكولد عنه، فاقول there is hot water on the cooker، هنالك ماء حار على الطباخ. she might scold herself، ربما تحرق نفسها، تجوي نفسها بهذا الماء الحار، وهكذا مع البقيه. اذا الطلاب من خلال ذن الجمل اللي موجودات بالصندوق يحاول يعبر عن المخاطر اللي موجودات بالصوره. حاليا مبدئيا هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي. الفقره الثانيه شوف هنا شو يقول لي؟ يقول لي find out، اكتشف. what is the difference between the two sentences؟ ما هو الفرق بين الجملتين؟ شوف هنا هو معطيني جملتين. she might burn herself، ربما تحرق، ركز وياي، قلنا burn معناها يحرق، ربما تحرق نفسها. she might scald herself، ربما تحرق نفسها، نفس الفكرة، لكن هالمرة مرة بستخدم burn ومرة بستخدم scold. burn وscold اثنيناتهم معناها يشوي أو يحرق.
زين، شنو الفرق بين الجملتين؟ وضحنا انه burn معناها using fire باستخدام النيران، السكولد using باستخدام hot liquid باستخدام سائل حار. هسه سواء كان هذا السائل زيت حار او ماء حار الى اخره. اذا السكولد معناها يحرق باستخدام سائل حار، والبار معناها يحرق باستخدام النيران. كذلك هذا النشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي. التمرين الثالث او الفقره الثالثه يقول لي match the dangers from the box to the objects، طابق هذني الدانجرز المخاطر بهذه الصور. يعني انا مثلا عندي كلمه poisoning، poisoning معناها سام، الشغله اللي تسبب تسمم. drowning معناها غرق. cuts معناها جروح. scalds معناها حروق. choking معناها اختناق، ربما يسبب اختناق، هذا هم كذلك واحدة من المخاطر. burns هم يعني معناها حروق، وميزنا من البيرنز الحروق بسبب النيران، والسكولد السكولد حروق بسبب السائل الحار. fall معناها سقوط. سيقول لك عندي مجموعة من المخاطر طابقا بالصور. يعني على سبيل المثال الصورة الأولى ايش تعتبر؟ تعتبر سكولد حروق من السائل، فأقول له سكولد. الصورة الثانية صورة الحوض اللي متروس بالماء، من الممكن هذا يسبب غرق، فأقول له أو أوصلها بالحرف بي، خلني أكتب فقط الحرف. الصورة الثالثة صورة السكينة، شو تسبب؟ تسبب جروح، فأقول له الصورة الثالثة تناسب المخاطر رقم سي. وكذلك الرابعة الحبوب، شو اللي تسبب الحبوب؟ الحبوب تسبب تسمم. يعني إذا أنت شخص غير مريض أو طفل يجي يلعب بالحبوب ويلعن، راح يسبب له تسمم لأنه مو شخص مريم. هذه اللي تتصعد على الكرسي ربما تسقط، أوصلها بالجي، وهكذا. هذا الشخاب يسبب حروق من ناحية الحروق اللي تسببها النيران، فأقول له أف، أوصلها بالأف. هذه الدعابل شنو اللي تسببه؟ من ممكن الطفل يبلعها وبالتالي يختنق، فأوصلها بالإي، اختناق. هذا ما يخص الفقرة الثالثة. هذه الكلمات كلمات مهمة كمعاني وليس كإملاء. يعني أنا لازم أعرف معاني ذي الكلمات على مود أعرف كل واحدة شنو الخطر اللي ممكن تسببه، لأن بعد قليل راح تفيدنا بتمارين كتاب النشاط وإذا سأل الأستاذ داخل الصف كتحضير يومي. الآن ننتقل لموضوع جدا 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 مهم، وإحنا ماخذين سابقا بالسادس ابتدائي. إذا تذكرون موضوع الضمائر الانعكاسية شرحناها بشكل مفصل بمنهج السادس ابتدائي، وقلنا أن الضمائر الانعكاسية تستخدم، انتبه طلاب هاي كلش مهم، للتعبير عن الفعل المنعكس من وعلى الشخص. شنو يعني أستاذ الفعل المنعكس من وعلى الشخص؟ شوف يعني أنا من أجي على سبيل المثال أقول طاها kicked the ball، طاها ركل الكرة. طاها يعتبر فاعل، الفعل هو kicked ركلة، وball الكرة هي المفعول به. إذن عندي فاعل اللي هو طاها، وعندي المفعول به اللي هي الكرة. لكن لما يكون الفاعل والمفعول به نفس الشخص، بهاي الحالة المفعول به أعوض عنه باستخدام ضمير انعكاسي. ما افتهمت؟ يعني على سبيل المثال I look at أحمد أو looked at أحمد، أنا نظرت لأحمد. أنا اللي هو الشخص المتحدث الفاعل، وأحمد يعتبر مفعول به. لكن لما أجيب مراية وأباوع نفسي بالمراية، فشعتبر اعتبر أنا الفاعل والمفعول به بنفس الوقت. اللي دا ينظر هو الفاعل، واللي شخص اللي دا ينظرونه هو المفعول به. بما أنه أنا قاعد داباوع على نفسي، فأعتبر أنا فاعل ومفعول به بنفس الوقت. إن الضمائر الانعكاسية تستخدم للتعبير عن الفعل المنعكس من وعلى شخص، يتم ذلك بإضافة سو. زين أنا شنو أو شلون أقدر أسوي ضمير انعكاسي؟ أني إحنا تعرفون الضمائر باللغة الإنجليزية، عندنا الآي، اليو، الهي، الشي، الإت. هذه الضمائر نسميها ضمائر الفاعل، أخذناها بمراحل سابقة. وكذلك الوي واليو مرة أخرى والذي، هذين نسميهم ضمائر الفاعل. شلون أحول الضمير العادي إلى ضمير انعكاسي؟ يتم ذلك بإضافة سلف للضمائر التي تعبر عن المفرد. يعني أنا إذا أريد
احول مثلا على سبيل المثال الاي ايش اضيف له؟ اضيف له سيل، لكن بعد اكو تحويلات اخرى لازم نحفظهن على شكل املاء. اذا مبدئيا نضيف سيل للضمائر التي تعبر عن المفرد، وسيلز للضمائر التي تعبر عن الجمع، وكما في الجدول التمرين رقم 1 هذا اللي راح نجي نحله. طلاب اللي راح نكتبه بهذا الجدول للحفظ، هذا الجدول للحفظ املاء ومعنى. ليش نريد نحفظه الان؟ بعد قليل راح نشوف انه راح يجينا بسؤال الاملاء بطريقه من الممكن يجيب لي اياه بسؤال الاملاء، يقول لي مثلا على سبيل المثال الاي شلون احوله الى ضمير انعكاسي. هسه احفظ وياي الاي معناها انا اعرفها هاي سابقا. لما اريد اسويه ضمير انعكاسي هذا يعتبر مفرد، ايش راح اضيف له؟ لازم اضيف له سيلف مبدئيا، لكن ما اقول اي سيلف، ايش اقول؟ اقول ماي سيلف. زين صارت ماي سيلف، شنو معنى ماي سيلف؟ معناها نفسي. مثلا ضربت لكم مثال قبل شويه، انا دا باوع نفسي بالمرايه، ايش اقول؟ اقول اي سو ماي سيلف ان ذا ميرور، رايت نفسي في المراه. الفاعل هو اني، ونفسي في المراه هي المفعول به. الفاعل والمفعول به نفس الشخص. مثال اخر عندي يو، يو معناها انت، تجي بمعنى انت وتجي بمعنى انتم، يعني تجي على شكل مفرد وعلى شكل جمع. اذا مفرد اتفقنا شو نخليها؟ نخليها سيلف. لكن ما نقول يو سيلف، شو نقول؟ نقول يور سيلف. شنو معنى يور سيلف؟ معناها نفسك. يو انت، يور سيلف نفسك. على سبيل المثال اقول لك يو شود لوك افتر يور سيلف، عليك ان تعتني بنفسك. انت اللي راح تعتني بنفسك، وانت اللي راح يتم الاعتناء بها، يعني انت كفاعل وكمفعول به. الشخص الذي وقع عليه فعل الفاعل اللي هو الاعتناء، والشخص اللي راح يقوم بعمليه الاعتناء. اذا يور سيلف معناها نفسك، الشيء معناها هي. اذا هي مفرد يعني شنو خلينا؟ لازم سيلف، لكن ما اقول شي سيلف، شو اقول؟ اقول هير سيلف. شنو معنى هير سيلف؟ معناها نفسها، وهكذا مع البقيه. هي هو مفرد اخلي له سيلف، لكن ما اقول هي سيلف، اقول هم سيلف. هم سيلف معناها نفسه، ات معناها هو او هي لكن لغير العاقل. ايش اقول؟ اقول ات سيلف. شنو معنى ات سيلف؟ معناها نفسها او نفسه لكن لغير العاقل. يعني على سبيل المثال اقول the cat fall and hurt itself، القطه وقعت سقطت واذت نفسها، هي اللي اذت نفسها لان هي اللي وقعت، لان هي فاعل ومفعول به. هسه هذني سنجولر، شنو يعني سنجولر؟ مفرد. كلهن ايش ضفنا لهم اذا لاحظتوا؟ ضفنا لهم سيلف سيلف سيلف، وكذلك مع البقيه. اذا نضيف سيلف اذا كان الضمير مفرد. زين اذا كان جمع، الوي معناها نحن، هذه جمع، شو نضيف لها؟ نضيف لها سيلفز. اذا اضيف سيلفز لكن ما اقول وي سيلفز، اقول اور سيلفز. شنو معناها؟ معناها نفسنا. مثلا اقول على سبيل المثال وي انجوي اور سيلفز ان ذا بارك، امتعنا انفسنا او تونسنا بالمتنزه. مثال اخر يو معناها انتم، الجمع لازم اضيف لها سيلفز واقول يور سيلفز. صارت انفسكم. مثلا يو شود لوك افتر يور سيلفز، عليكم ان تعتنوا بانفسكم. ذي معناها هم، اضيف لها سيلفز. وش اخلي لها؟ اخلي او وش احولها؟ احولها ذم، تصير ذم سيلفز. ذم سيلفز معناها انفسهم. هسه استاذ انت قلت انه هذا جدول للحفظ املاء ومعنى، شلون يجينا بالامتحان؟ شلون نقدر نجاوب عنه؟ هسه مبدئيا قبل ما انتقل للصيغ اريدكم تحفظون ذني، وراها ننتقل للصيغ. شو تقول؟ تقول ياتي هذا الموضوع في الامتحان اما بصيغه الاختيارات او يعطي جمله ويعطي بين قوسين ريفلكسيف برونام. شوف هنا طلاب، اما يجيب لي جمله بها فراغ ويخيرني على سبيل المثال بين ماي سيلف ويور سيلف، هسه راح نجي نعرف شلون راح نختار. او يقول يجيب لي جمله بها فراغ ويقول لي انت جيب لي ضمير انعكاسي مناسب للجمله. ما افتهمت شلون يعني؟ يعني على سبيل المثال اقول ماي كات سو فراغ ان ذا ميرور، قطتي رات فراغ في المراه. شوف هنا ايش يقول لي؟ يقول لي اريدك تجيب لي ضمير وصل مناسب، او ضمير عفوا انعكاسي مناسب للجمله.
شنو هو ضمير الانعكاس المناسب للجملة؟ احنا شو اتفقنا؟ انه الضمائر الانعكاسية هي الجملة التي يكون فيها الفاعل والمفعول به نفس الشخص. اذا اروح اشوف الفاعل من هو؟ الكات. شنو معنى كات؟ معناها قطة. القطة تعتبر غير عاقل. الغير عاقل عوض عنه بيا ضمير ات. شنو هو الضمير الانعكاس المناسب للات؟ اتسلف. اذا اقول اتسلف. رأت القطة نفسها في المرآة. احنا قلنا انه اتسلف معناها نفسه او نفسها لكن لغير العاقل. بما ان القطة غير عاقل اعوض عنها بالضمير اتسلف. هسه يجي سؤال الذهن طالب يقول لي زين استاذ اذا كانت القطط على سبيل المثال بها اس الجمع، هنا اذا كان بها اس الجمع لازم تخلي themselves لان احنا ماخذين بالخامس ابتدائي. حتى وان كان الفاعل غير عاقل لكن جمع، الجمع حتى وان كان غير عاقل اعوض عنه بالضمير ذي، فبالتالي ضمير الانعكاس المناسب له themselves. بعد ما افتهمت مثال اخر يقول لي I cut فراغ with the sharp knife. الفاعل شنو هو؟ الفاعل I. احنا نرجع عجلول هذا الاي شنو هو ضمير الانعكاس المناسب له؟ myself. هو مخير قال لي myself لو himself. الاختيار المناسب myself. ليش؟ لان الفاعل I. الاي الضمير الانعكاس المناسب له شنو هو؟ myself. اذا نقول I cut myself with a sharp knife. انا جرحت نفسي بالسكين. يعني انا الفاعل وانا المفعول به. انا اللي جرحت وانا اللي انجرحت. انا فاعل ومفعول به. هي الحاله التي يكون فيها الفاعل والمفعول به نفس الشخص. استاذ بعد اللي ما افتهمت هسه هو منطيني تمرين كامل متعلق بهذه الصيغه اللي هي الاختيارات او يقول لك انت ضع ضمير انعكاسي مناسب للجمله. هسه خلينا ننتقل لصيغه اخرى من الممكن تجي للامتحان. انا ايش قلت لكم؟ اتفقت انه احنا من الممكن يجينا على شكل املاء. على سبيل المثال تمرين رقم واحد يقول لي انا مديك السنجولر ضمائر سنجولر مفرده تقدر تسوي لي ضمير انعكاسي مثلا your. ايش راح تصير؟ yourself مفرد، him himself مفرد، her herself مفرد، it itself مفرد، ourselves قلنا our جمع، your معنا مع الجمع شو تقول له؟ yourselves، them themselves، وهكذا. من الممكن يجيب لك على شكل جدول او يجيب لك نقطه من عنده. على سبيل المثال بسؤال الاملاء يقول لك I فاصلة myself. شوفوا طلاب قال لك الآي حولتها إلى ضمير انعكاس ايش صارت؟ صارت myself. زين الذي فاصلة فراغ تقدر تحولها لضمير انعكاسي مناسب؟ أنت لازم حافظ الجدول وتعرف إنه الذي إذا تحولها إلى ضمير انعكاس ايش راح تصير؟ هذه جمع تصير themselves. themselves معناها أنفسهم. إذن هذه الصيغة اللي ممكن تجينا بالامتحان بالامتحان التحرير، إما على شكل اختيارات أو على شكل يقول لك reflexive pronoun ضمير انعكاسي مناسب، أو على شكل إملاء مثل ما بهاي الصيغة اللي أنا وضحتها. الآن ننتقل لتمارين أو عفوا صيغ أخرى اللي ممكن تجينا بالامتحان. مثلا عندنا التمرين رقم 2 هذا مجرد نشاط صفي. شو يقول لي؟ يقول لي match the sentences to the pictures. طابق هذين الجمل بالصور المناسبة لها. هذا مجرد نشاط صفي. يريد يشوفك تقدر توصل الجمل بالصور المناسبة لها، مناسبة لها. يعني على سبيل المثال ايش قال لي؟ قال لي بالجملة الأولى she hurt herself. هي آذت نفسها. يا صورة من الصور المناسبة أو الصور اللي معطيني إياها مناسبة لهذا الكلام؟ الصور سي، فأوصلها بالصورة سي. نلاحظ انه هاي البنيه مأذية نفسها اما واقعه على ايدها او ما الى ذلك. الجمله الثانيه هي dressed himself. هو لبس نفسه. هو اللي قام بعمليه الارتداء او بعمليه ارتداء الملابس. اذا هو لبس نفسه. يا صوره الصوره اي. it can see itself. شو معنى الات غير عاقل وقال لي it can see itself. يمكنها رؤيه نفسها. اذا هاي البزونه تشوف نفسها والقطه تشوف نفسها. اذا الصوره اي. you can serve yourself. يمكنك ان تخدم نفسك، تقدم الخدمه لنفسك. يا صوره من الصور اللي منطيني اياها مناسبه لهذا الكلام. شوف ان هاي مكتوب بوفيه، يعني هذا المكان اللي الشخص هو اللي يخدم نفسه ويجيب الطعام لنفسه.
إذا الصورة جي يقول هاي من الممكن إن تتخدمين نفسك وتأخذين الطعام اللي ترغبين فيه. We can see ourselves. يمكننا أن نرى أنفسنا. هذول شخصيتين يباعون بالمراية. إذا أقول له F. I can see myself. يمكنني رؤية نفسي. يا صورة. صورة هذه صورة B. البنية تشوف نفسها. بقول B. They can hear themselves. يمكنهم أن يسمعوا أنفسهم. They يحكون بالمايك. والتالي يسمعون نفسهم. إذا نوصلها بالD. You can serve yourselves. هنا إذا يحكوا ياهم كلهم. يقولهم من الممكن أو يمكنكم أن تخدموا أنفسكم في الصورة H. تلاحظون أنه دا يستخدم الضمائر الانعكاسية ببعض الجمل. إذا تلاحظون أنه هذا مثلا على سبيل المثال هذا الشخص هو الذي يتحدث وهو الذي يسمع نفسه. إذا هو الفاعل والمفعول به. هذه هي اللي قامت بعملية السقوط وهي اللي تأذت. وبالتالي هي الفاعل والمفعول به. إذا الضمائر الانعكاسية هي الجملة التي يكون فيها الفاعل والمفعول به نفس الشخص. هذا مجرد نشاط صفي غيركم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. هذا التمرين تمرين رقم 3 تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. سجلوا عليه. وقلنا أنه من الممكن أنه أما يجينا على شكل اختيارات أو على شكل reflexive pronoun. يقول لك ضع ضمير وصل أو ضمير عفوا انعكاسي مناسب للجملة. شوفوا طلاب be careful كن حذرا أو كونوا حذرين. We might hurt ربما فرار. هنا شنو هو الضمير الانعكاس المناسب للجملة؟ احنا خلينا نعود نفسنا على الطريقة الأصعب مو اختيارات. لنفترض انه هو قال لي انت ريدك تجيب لي ضمير انعكاسي مناسب للجملة. احنا نروح نشوف الفاعل. الفاعل شنو هو؟ وي. شنو الضمير الانعكاس المناسب عن الضمير وي؟ اقول our selves يعتبر جمع. بقول our selves. We might hurt ourselves. انتبهوا ربما نؤذي أنفسنا. الجملة الثانية he was playing with the matches and he. شوف الفاعل شنو he. إذن الضمير الانعكاس المناسب شنو himself. هذا يعتبر مفرد. شو أقول he was playing with matches. كان يلعب بعواد الثقاب. he burnt. هو أحرق himself. أحرق نفسه أو جوا نفسه. ouch I cut فراغ with a knife. لقد جرحت فراغ بالسكين. الفاعل شنو I. جرحت نفسي. إذا نقول myself with a knife. الفاعل I. الضمير الانعكاس المناسب إلى myself. They fell. إذا they. الضمير الانعكاس المناسب إلى شنو themselves. صارت الجملة. They fell off and hurt themselves. سقطوا وآذوا نفسهم أو آذوا أنفسهم. She wasn't looking and cut. لم تكن تنظر. إذا الفاعل she. إذا الضمير الانعكاس المناسب إلى شنو؟ herself. لم تكن تنظر وبالتالي هي جرحت نفسها ما شافت انتبهها وجرحت نفسها. الأخيرة أو قبل الأخيرة stop doing that. توقف عن فعل هذا or you will hurt أو سوف تؤذي yourself. سوف تؤذي نفسك. طلاب هسه واحد من الطلاب شو يقول أستاذ اليو هذا الفاعل اليو ساعة يجيني مفرد ساعة يجيني جمع. شو أنت هنا استخدمته كمفرد؟ إيش مدرك معاني أو الامتحان فكرت بالجملة أن اليو هنا مقصود به جمع. شوفوا طلاب إذا أراد هنا اليو يوضح لي أنه هو دا يستخدمها للجمع على سبيل المثال يقول يو all جميعكم أو يو both كلاكم. هنا الأول يحكي معناها مع الكل. البوث معناها هذا يحكي مع شخصين وبالتالي احنا راح استخدم وياها جمع. انا قال لي يوض انت سوف هيرت سوف تؤذي يور سيلف سوف تؤذي نفسك. اذا ده يحكي عن مفرد مو عن جمع. ذا كات بت القطه عضت اتسيلف عضت نفسها. اذا القطه عوض عنها القطه الفاعل عوض عنها بالضمير ات والضمير الانعكاس المناسب للضمير ات هو الاتسيلف. هذا التمرين تمرين مهم جدا. حاول تحفظوه تعرفون شلون يجيكم بالامتحان شلون تجاوبون عنه. مثل ما وضحنا يجيب لي احد هذه الجمل ويش يقول لي بين قوسين؟ يقول لي بين قوسين reflexive pronoun يعني ضع ضمير انعكاسي مناسب لهذه الجمله اللي انا معطيك اياها. ننتقل الى تمرين رقم 4 والتمرين الاخير. شو يقول لي؟ يقول لي read the sentences in exercise 3 again.
اقرأ الجملة اللي موجودة بالتمرين رقم 3 مرة أخرى. Write sentences about what might be happening. يكتب جمل عما من الممكن أنه سوف يحدث. شوفوا طلاب، قبل ما أبدأ بالحل، هو هذا التمرين طبعاً يعتبر تمرين كنشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. هو منطيني مثال يقول لي the person might be near hot water. تذكرون الصورة اللي أخذناها بداية الدرس؟ هذا الشخص يقول لك أكو شخص ربما يكون بالقرب من الماء الحار، بالتالي هذا يعتبر مخاطر. أقول على سبيل المثال the girl might، الطفلة ربما use knife، ربما تستخدم السكين، وبالتالي she might cut herself، ربما تجرح نفسها. على سبيل المثال أقول the boy is playing on a chair، الطفل ده يلعب على الكرسي. He might fall، ربما سوف يسقط، وهكذا. إذن هنا مجرد يريد يدربني على الجمل المفروض أن أقولها بداية الدرس، منطيني مجموعة من الصور ويقول لي عبر عن المخاطر اللي موجودة خلال هذه الصور. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. لاحظنا أنه درس بسيط جدا وبموضوع مهم جدا، الموضوع يعتبر موضوع قواعدي وكذلك يعتبر موضوع إملائي اللي هو موضوع الضمائر الانعكاسية. عرفنا شنو الضمائر الانعكاسية، شلون نستخدمها، شلون تجينا بالامتحان، شلون نقدر نجاوب عنها. حاولوا تسجلوا هاي الملاحظات بالدفتر لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري. باقي الأنشطة أنشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حسابات موجوده في الفيديو في الوصف.